السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم طاجين ديال الفرخ، هو هذا ولو او الصنور كما تيقولوا لي. المقادير اللي عندنا: كيلو ديال الفرخ، عندنا كميه ديال الزيتون، عندنا هنا انا درت بصله صغيره ولا ديروا نص بصله كبيره، عندي هنا جوج مطيشات مويان مقطعين دوائر، عندي شويه ديال الربيع، عندي ربعه الفصوص ديال الثوم، العطريه كما كتشوف العطريه اللي عندي، عندي معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال البزار مع عمراش، معلقه صغيره ديال السكنجبير مع عمراش، الملح على حسب الذوق، انا درت هنا تقريبا نص معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي. كما كتشوفوا هنا وجدت جوج فلفلات صغار مقطعين دوائر، وثلاثه خزوات حتى هما مقطعين دوائر. دابا طريقه التحضير، غناخذوا حاجه باش نخلط هاد العطريه كامله، نديروا العطريه. مش عندي هنا كما كتشوفوا ربع كاس ديال العسل ديال الحامض، اللي ما عندوش الحامض يدير خل ديال الحامض. عندي هنا ربع الفصوص ديال الثوم، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الربيع، نخلط كلشي بشويه تاع الماء، شويه صان عندي عصير ديال الحامض في الماء، ونزيد شويه الزيت تقريبا واحد المعلقه كبيره، نخلط كلشي. اللي بغى يزيد اللي عزيز عليه الهريسه يزيدها، ويقص البزار ما يديروش باش ما تجيش الشرموله حاره بزاف. الشرموله دابا هاد الحوت اللي عندنا دخلوا فيه الشرميله، فرملو بحال هكا. اللي بغات تخليه واحد الساعة ديال الماء كانه يترقد من الأحسن، اللي ما عندهاش الوقت ماشي مشكل طيبو مباشرة. كما كتشوفو هو الطاجين، درت شوية ديال الزيت وستفت فيها ديك البصلة، ودرت وراق ديال سيدنا موسى. دابا غنستف خيزو لتحت باش يطيب، اللي خافتو ما يطيبش ليها دغيا دير ليه نص سلقة. كما كتشوفوا دابا انا استفت الخيزو كامل اللي عندي في الطاجين، دابا غنحط الحوت. بسم الله، نستفد دابا الحوت ديالي. دابا استفدت الفلفله اللي عندي، دابا غندير الدوائر ديال المطيشه. تزيين على حسب الذوق كل واحد، وتزيين اللي بغا يديرو يديرو. ندير الزيت الوسط، كما شفتو دابا حطيت المطيشه والزيتون. دابا الشرموله اللي بقات ليا قبيله دابا غنديرها فوق الخضره كامله هكا، فوق المطيشه دابا ملي غيسخن الطاجين غيتشحر،
الشرموله كامله غتهبط في البلول. كنتمنى تعجبكم الطريقه اللي درت الطاجين اليوم، طريقه سهله ودغيا تيوجد. دابا غنزيد الشرائح ديال الليمون والحامض والهند. دابا غنحطو فوق العافيه. كما كتشوفوا دابا الطاجين ديالي وجاد بالصحه والراحه. اللي عجبكم الفيديو ديروا ليه جيم، ولاول مره غيدخل يشوف الفيديو اشترك فيه. وشكرا لكم على المتابعه.